بشد الأساليب ما يحدث في عفرين من انتهاكات لحقوق حقوق المدنيين الموجودين في عفرين حاليا، والانتهاكات التي تحصل فيها لانتهاك الأراضي اليزيدية وبناء مستوطنات لهم والتغيير الديموغرافي الذي يحصل في عفرين وفرض العملة التركية وما يحصل يؤثر علينا جميعا. يعني صار 3 سنين 4 سنين الشيء اللي عم نشوفه يعني بجد، وما في حل للوضع. كل واحد عم يسحب القضية لطرفه. طبعا أهالي عفرين لن يصمتوا عن ماذا يحدث. يعني الهدف من هاي التغييرات اللي عم تصير يعني هي خطوات أكيد ممهدين لها، ويعني من أول شيء فرض اللغة التركية، ثاني شيء التعامل بالعمل التركي، يعني أمور واضحة عم تمارس على السكان المدنيين في عفرين، وبالمحصلة الصورة والخطة واضحة لاستغلال وفرض سيطرتهم وشق هذه الأراضي من سوريا. طبعا نحن اللي فتت كنا موجودين بعفرين، والفترة الراهنة اللي نحن هلا عم نعيشها طبعا القضية هي قضيتنا الأولى، هي عفرين وما في نقاش عليها أبدا. يعني العفرينيين رح يجاهدوا ليرجعوا أراضيهم. القضية مو قضية إنه قطعة أرض، هي قضية روح. يعني صح 3 سنين وفاتت بالسنة الرابعة، يعني المعنويات أظن دائما عالية ومرتفعة. لما يناقش شيء متعلق بالروح بالوجدان بالأرض باللغة بالتاريخ بالفكر، أكيد الإنسان ما بيوقف فيها ورح يناضل ليحصل عليها. Yeah.
عبد الشباب.